المستوى يعني. فقلت لا، القدر خلاني اختار الفن والتمثيل، قدر هيك بحت يعني. يعني شلون صارت هذه البدايات مثلا؟ يعني شلون البداية دخلت المجال يعني الفني؟ أم صديقي وجيراني، المخرجة المنفذة كانت انتصار عبد انتصار عبد الجبار، الجبار. اي نعم، ست انتصار، هي اللي يعني هيك قلت كنت ابيع بيبسي بمنطقتنا، قالت اقول لك انت ليش تبيع بيبسي؟ عندنا مسلسل يطوك 2000. كان كنت احصل بالبيبسي 1000. قلت والله حسن هاي بيا سنه هاي 99 طب. اي نعم زين. فرحت لهذا المسلسل اللي هو اشهى الموائد في مدينه القواعد، ومباشره اول مشهد صورته كان مع المرحوم الاستاذ الفاضل الفنان القدير عبد الخالق المختار، الله يرحمه، قامه كبيره. اي فعبد الخالق قال لي انت شنو طالب معهد؟ قلت له لا والله. قال لي شنو؟ قلت له والله ثالث وخامس وتخرجت، وحكيت له ظرفي، فافتهم من ظرفي انه انا يحق لي معهد مسائي. نعم. قال لي اليوم تروح معهد مسائي. اليوم شجعك على هذه الفكره يعني اندفاع كلش كبير. قال لي هسه تطلع منها تروح تقدم على المعهد. اي انت راح تصير ممثل. عبد الخالق المختار هيجي يقول لي فعلا رحت اخذت استماره بيومها. نعم. مال تقديم، كان صدفة انه هسه بادي التقديم يعني، ودعموني اكثر من واحد من الاساتذة، عادل عباس بوقتها، الله يرحمه علي داخل. فقلت لا خلاص يعني، وانا حبيت يعني لقيت نفسي بهذا المكان. ومن المعهد عاد بدت الخطوات شويه واحده واحده. إيه؟ طيب غسان، بداياتك قبل ولايه بطيخ يعني، واحنا ذكرنا الاستاذ الكبير عبد الخالق المختار والراحل راسم الجميلي، الله يرحمه. شو تعلمت من عندهم؟ استاذ راسم، انا صح لعمه راسم، ما صح الاستاذ. نعم. لان انا تربطني بعلاقه عائليه انه استاذ راسم هو أبو مخلد راسم، اللي هو أعز صديق بحياتي، اللي هو علمني ألف باء المسرح يعني. نعم. والمسرح هو أبو الفنون يعني. طبعاً يعني. يعني أنا كان عندي أستاذين، الأستاذ اللي درسني اللي هو عبد الرحمن التميمي، والأستاذ اللي هو صديقي اللي هو مخلد راسم. نعم. فمخلد